العالمين طالع. لك انت وعيلتك الوحيدين اللي بتحسسوني اني اهبل وابو مخطى مو استاذ مدرسه وبفهم. جهاد مين كان على التليفون؟ واحد غليظ بالضبط الساعة 3. بس انت كنت عم تقول له عمي. ايه قلت له عمو الساعة 3 يعني معقول؟ في موبايلات. جهاد بابا عم يدق لي. لا بلا معناتها فيش مصيبة. خير خير ان شاء الله خير. انت من شوي سكرت بوش بابا شي؟ لا ابدا مستحيل. الو اهلين يا ابي منيحة؟ مين؟ كيف الصاوة؟ شو عم تحكي انت؟ انتو هلا جايين على المشفى؟ طيب يلا يلا دغري رح البس انا وجهاد ونجي لعندكم. يلا تقبرني. يلا باي باي. قوم جهاد قوم بسرعة. يلا 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 يلا. عجلي مين راح المستشفى؟ ما فهمت. سعيد راح يكشف على بيته قام اتصاب برصاصة قناص. شو ما هذا شيء قصته مخربشة بعرفه لاخوش بعدين شو روح ونحكيكوا لي. هاد وقته هالحكي جهاد. في مسمار سبيني سبيني. بابا نورما نورما حبيبي حبيبي في ايه؟ لك ليش نايمة هيك متلبوسة؟ قومي بقى قومي. شو في؟ ما في شيء ما في شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. ما في شيء بابا بس مشان ما تفاجئوا انا وامك رايحين على المستشفى. شو بهني؟ ما في شيء بس جدك اتصل من الضيعة. جدك صار له شيء؟ لك لا جدك مثل انا مثل السعدان جدك منيح بس خالد سعيد خالد. اهلين بابا. شو وين ماما؟ على الطريق لاحقتني هي وجدك. جدة جاي لعنا؟ يس انا كثير مشتقت له. مو بس هو جايب معه كتيبه من الضيعه. كلهم جايين لهون؟ ايه عازمهم على الاوتيل تبعنا. قال بدهم يضلوا قاعدين عنا لحتى يطيب سعيد. ليش شبه خالص سعيد ما؟ لك مثل القرد شفته انا مثل القرد. قال شو؟ قال رايح على بيته قام تصوب باصبع رجله وعامل حاله عم بينازح. تقبر قلبي يا خالو. الله يصلحه. شو اخذه على البيت؟ ما بعرف. مو بس هيك قال هو راجع من البيت شاف ناس مرميين ومتسطحين ومتصاوبين رجع ليسعفهم قام تصوب. يقبر قلبي. شو بطل؟ أنا بطل؟ أنا اللي بعرفه لسعيد. لك سعيد إذا أبوه اللي خلفه إذا شافه عم بيموت ما بيلتقشه من قلة مروته. هلأ أنا بدي صدق إنه هو تصوب لأنه عم بينقذ العالم. وكتير متأذي هو؟ لك لا اصبع رجله بس وحاطينه مستشفى. قال هيك رافعينه قال هيك وما بيزعلوا عم بيعم وممنوع ياكل جايبين له تفاحه بالحسن. لك انا اللي بدي انجلط انا اللي بدي اتاذى. بعيد الشر عن قلبك يا بابا. بس ليش بدك تنجلط؟ هلا بتشوفي جدك جايب القبيله كلها من الضيعه بدنا نقيمها هون ونحن على قحط ومصاريف. منين بدي اجيب انا؟ منين؟ هذا اذا ما فقتوا لقيتوني مشعل النار تحته. اطول بالك بابا والله جده ظريف. اخي ظريف كثير. مين قال مو ظريف؟ اجوا روح افتح الباب. يلا نورما حبيبتي هلا بعد شوي شوفي عنا حب ضغط شوفي حب ضغط لسان كله جاهزين لي لانه انا بدي مر بفتره عصيبه. اهلا يا رجال. اهلا وسهلا يا ميس. اهلا وسهلا يا مرجان. ان شاء الله منكافيكم بالافراح. سمي على جدك. وين جدك؟ كيفك؟ لك مو هاد مو هذا اللي جابه. مو شايفتي عطس لامك عطس؟ ايه اهلين اهلين جدك.
بصيبتك. بس ايده ايه جدو. اهلا وسهلا. يا اشكي. يلا بابا يلا يلا بصي. حضري يا رجال. لما كنتوا صغار لما كان يجي يبوسكم كان يعضكم حاش تتزوروه بيحبكم. انا بالعكس ما عم بتزور، انا كثير بحبه لجده ومتعود. شو هاد انت طرزان افندي؟ روح البس اوعيك هلا ببهدلني ابي. صح صح مي انا عضني من هون ودخل. اي حبيبتي روحي بدلي اوعيك. لك يلا نورما معصبه تركيني معصبه. روحي بدلي اوعيك وليه فايته. يلا لا تواخذوني يا جماعه، انا بدي استاذن شوي. اهلا وسهلا فيكم. اسمك يا بنتي اسمك معي قوة معي. يا سهرية عمي امرني سيف شو هي عدة القهوة المرة جبتها معي لأني بعرفك بتسود الموش. لا عندك قهوة مرة ولا عندك عدتها. امبر بعمل قهوة مرة للزلم لشوف قهوة مرة ما بعرف ساوي أنا. وعمل لي حالك مثقف وبتفهم تتعلم يا ابني. حاضر حاضر كرمال الوجوه الطيبة. يا أهلا وسهلا فيكم. الله بحييكم. نحن بتركنا تطلع بس تطلعوا هون بيت. أهلا وسهلا. يلا رندا شو السرعة هاي؟ شو جايب فناجينو معه رندا؟ لك شو واحد منهم يخرب بيت البن. لك شو هاي لعم لعم لعطشينه لعم 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 بطاطا. جيب لك شي كل موز بس رندا. لازم ترفعوا راسكم بخالكم سعيد البطل يا جدو. ارفعوا راسكم. وين هالهلتي يا هالنالي صفينا البارود كباري. وين هالهلتي يا هالنالي صفينا البارود كباري. ايوه رفع راس عيلتكم كلها، مو بس عيلتكم، رفع راس الضيعة كلها. سعيد البطل ابن البطل. على راسي يا مختار، بس والله ما كنا بدنا نعذبك ونعذب هالرجال تجي معنا لهون. لا يا ابو سعيد، ابنك بطل وطني، واحد كان رح يضحي بروحه لينقذ ناس مدنيين يعني. لا وتصاوب هو كمان، شو بدك انا اسوي ها؟ ما نوقف معه؟ وين هالهلتي يا هالنالك؟ صفينا البارود ببالك. وين هالهلتي يا هالنالك؟ صفينا البارود ببالك. ايوه جدو جدو، ليش شو عمل خالو سعيد؟ خالك سعيد، ها هاللي عمله خالك سعيد. خالك سعيد راح يطلع البيت اللي تهجر منه وهو وراجع فجأة حصل اشتباك ورصاص صار يلعلع والناس ترتبي يمين وشمال يمين وشمال. طلع خلك هيك قال ما بصير اهرب، لازم انقذ هدول الناس. انبطح على بطنه وصار يصحف لعندن على كواعه. فجأة شاف براد برمي على حيط، راح سحب هالبراد وصار يخبي هالناس من الرصاص ولا البراد. بس يا حسرت عليه اتصاوب برجله. تعبوا عندي يا خالو شو بطل؟ شو؟ عم تحمسوا؟ يخرب بيتك؟ كأنه حرر فلسطين واللي هو اسكندرون. بابا ما هون حق خليهم فرحانين، زلمة أنقذ العالم من الموت. بكره أنقذ العالم من الموت، أنا اللي بعرفه لسعيد. أكيد جمع العالم وقف وراهن وعامل حاله وعم ينقذهم. شو صار بالقهوة يا سهرية؟ عذار يا عمي! بابا ما بتعرف تعمل قهوة مرة؟ لك حلوة ما بعرف اعمل قهوة مرة. رح اروح نادي لجده. هو قالوا جده ماك شايفه عم يبهدلنا هذا من عالم يخرب بيت قلبك. طيب شو بدنا نعمل؟ ما بعرف. رندا يا بي انا شوي بدي اشوف شو بده جهاد وبرجع لك. لك اطلع بحظك على هالجوازي. الله يسامح امك، الاستاذ مدرسة وبيفهم. لو تركتني على كيفي كنت جوزتك لابن عمك. تخسر عنده ثلاث بلايات وتراكتورين وصهريج مي. ليش يا ابي مش شو بيشكي جهاد يعني؟ مش شو بيشكي جهاد؟ كله شافت استاذ مدرسة اذا راح ولا اجا، فنجان قهوة مرة ما بيعرف يغني. يا ابي هاتي لك لبوسة. الله يوفقك خلص مشان الله. لو سمحتوا
شبكوا ليه؟ جد أبو سعيد، ضيوفنا الأكارم، أثبتت التجارب إنه أول مدرسة يتعلم بها الإنسان هي الثقافة الجمعية. يعني جده الضيعة، سهراتنا، جمعاتنا، كلها بتساهم بتكوين عاداتنا وتقاليدنا، وأهم شغلة مواقفنا. ولا الهندي يا هنالك صفينا البارود كفالك، ولا الهندي يا هنالك صفينا البارود كفالك. أيوه سمعتي؟ مشجعين اللي برا كل ما واحد عطاس كل ما هللوا له عطالها ونازلة. فاضيين بلا مخ لأنه ما هيك أفضل؟ لك أنا الفاضيين، أنا عم لك طلع بها المنظر، بيتنا صار ملعب كرة قدم. بدل ما ترفع راسك فيهم بعد 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 شوف يا لهوي برا. بدل ما ترفع راسك فيهم هدول اللي مو عاجبينك جايين يوقفوا معك بمصيبتك ومبسوطين باللي عامله ابنه. وشوفي اياه هلا بدي ارفع راسي انا انه اصبع اخوك انضرب؟ برفع راسي لما بتجي قذيفه بنص راسه وبتطيره لانه سعيد حبيبي بحبه كثير. انا بس بدي افهم سعيد شو عامل لك؟ ليش حاطط نقرك من نقره؟ لا خلصنا بقى، خلصنا ما تفضحينا، ماني حاطط نقره من نقره، بس شوفي لي هالمنظر هدول وين بدهم يناموا؟ شو بدهم طعميهم؟ من طعميهم مثل ما عم ناكل، بيت الدق بطعمي وبسعق الفسدين. معك حق، الفسدين قولي 2003 بس من عيلتك، اما من عيلتي ولا ربع واحد. عاشت تتنقروا مثل الدجاجة والدي. اسكت ولا تسلع. صبوا لنا قهوة هون. هات. مربى امها البنت والله، انا جدها. بابا بدي فوت على التواليت، بعد فيني فوتي بابا مين ماسكك؟ في واحد من هدول الضيوف صار له ساعة عصيان جوا. عجبك رندا؟ صار بيتنا متكرجات الهوب هوب. بعدين اخوكي اذا ضل بالفرشة وما فز منا من اول شهر هدول بدهم يضلوا مبلطين عنا، عنا صبايا كمان وعنا حصر بول. والله يا سيد جهاد ابي وضيوفه يا اما بدهم يضلوا عنا يا اما بدنا نقلعه، شو رأيك؟ شو صار بالقهوة يا استاذ؟ يلا دقيقة دقيقة يا زلمة. لا أختك لا أختك. لك مين هذا اللي سألني على القهوة كمان؟ أبو حسن المختار. مين هذا؟ ليش جاي معه؟ والله هي الضيعة وهي عاداتها بطلت تعرفنا. يعني هلأ سيد جهاد ابنهن عامل عمل بطولي جايين لعنا لينبسطوا فيه ويفرحوا. شو؟ ما قلت شيء، عادات كويسة أنا ما قلت شيء، بس أنا خايف أن نسوانهم يلحقوهم بتكون كملت معنا. هي بنت أبوها، اسمعي اسمعي، عم تخلعوا المحاضرة علم نفس رح تجيب خبرهم، رح يكرهوا الساعة اللي شو لعندي له يمكن ما عاد يعيدوها بحياتهم. إن شاء الله تكبر قريبي. أنا بفتخر فيكم، الضيعة والمضافات هن المكان يلي بيعلموا الناس فيهم معنى البطولة والرجولة. الله محيي البصل يا حمري. والهلهلتي هلهلنالك صفينا البارود كبارك، والهلهلتي هلهلنالك صفينا البارود كبارك. أحلى قهوة مرة لأحلى عم. هلا عمي هلا. لك هذا شو هذا اللي فوق؟ لك أنا بدي ضل عمك أنا أهام، لك ضل تبهدلني قدام العالم. محشوم عمي شو في؟ لك لما بيكون في ضيوف بتبلش مع اليمين يا بني آدم. وين اليمين؟ صب لي أبو حسن. أحلى أبو حسن. يسلم وديات. أهلا. يعيش وديات. أحلى عم. الله يرضى عليك. مطرب هات جاي جاي. شو ها؟ شو ها؟ مين؟ مين؟ هو أبو سالي. أبو سالي يا بيت كيفك؟ مودي رابي. شو ها؟ جاي تنام عنا؟ يا بيت اجي نام عندكم، اصلا النوم عند هالوحوش احسن من النوم عند هالوحوش. ابو سالم انت حالي شوية بطانيات بركي بتحتاجوها. تسلم والله ما في منك. الله يسلمك. ما في منك بالكون كله. جار عم اقول لحالي اعزموا لنا على فنجان قهوة. لا 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 افتح لي هالباب كله ملاح من اراضيك. شو جار عاملين حفلة؟ هذا نعيم حمدي جايبين له موخ تبع دقوا على المنتخب يا خشب وباول التوفيق كمان. والله نيالكم يا شاف جاب نادي ليزن يجي يساعدك بحمله. لا لا تخيلك لا بيفضحني عمي بيقول لعمه شو نصر جاء. ولك شبك شبك عم تدخ قدام عمك خليك رجال. انا اول مره بشوف رجال اقوى من ام سعد. امسك شقري يلا شد حالك سكر يلا يلا هيك منيح يلا الله معك يا شاف. Oh! 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 Oh
الله يلعن اخوي يلعن الساعه اللي وثق فيها بنتي استاذ مدرسه وفي فما ان شاء الله لا تؤاخذني شي مخصوص هاي لك لا تؤاخذني وين رايح الحمام ارجع عم بستناك وعصف لي عشان بدنا نلعب مرتية تانية ها لك هون عم تغني بجنب الششمي وطالع معك الصوت الحلو كيف لو كنت على ضفة غليت سمعتك القطرة عمي 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 بكرهك 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 عمي الله يسرك بالخير يا سعيد سعيد بكرهك لا أبوك لا أبوك بكرهك دبعني ضغطي ضغطي شو مفيكم انتو شو بدنا ننام صوت شخير ونوصل لآخر الحارة لك مش خير هذا بابا مطحنة 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 يا الله بابا صرعوني ونايمين لي بغرفتي وعم خدتي كمان لك لك هذا كيف مضروب لك كيف مضروب لا لا تحكي عليه علي الدين خلص مش عارف الله شو اعمل لكم يعني حطوا اذن واذنيكم وناموا لك ذبحني من زهر الطاولة بدي نام بس بدي نام طاولة يا زهر وغزر طيب يا جيهان قديش صبره ما شافك ما فيك تحملوا هاليوم بس تحملته كثير صرخري صرخري ارتفع السكر معي طب حبيبي هو بيحبك كثير ومشتاق لك شو سأوي لك يعني وانا بموت عليه بس قومي العبي على النداء قومي العبي بس زكي له زهر شوفي شو عم سأوي الله يطولني بخير حقيقة جوزي مدبر حالك رجعت بابا شو صار يا حبيبي معك ضع طاولي أبوك مللني طقالي مرارتي يوم ما بعرف العب طاولي جدو ما بعرف لا شو بتعرفوا انتو بهالبيت ها شو بتعرفوا لك لحقت تقوم وتفوت على الحمام خلص مية الخزان عمي عمي عم الدبب ان شاء الله عم الدبب لك بدي اعرف ليش حاويها الطاولة ما بتعرف تلعب ليش حاويها بسيطة 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 من لما الصبح بدك تنام عمي يلا نام ريح نام يلا حبيبي يلا 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 كثر خيرك يا ابو سامي على الاستفاده كثر خيرك يا ابو سامي على الاستفاده سعيد البطل لا تبرد لا تذكرني سعيد لا تبرد بس
أعلى أعلى، أعطيني أعلى أعلى. شو أبي صار له شيء؟ شو في جهة؟ يا ريت صار له شيء، دبحني ما عم بعرف نام. مش خير مش خير، بوسي لك أهيو. جهاد قومي قومي، بس قومي ريحيني، الله يخليك يا رب. جهاد أنا ما كنت فكرتك إنه بتكره عيلتي هالقد، شبك عم تنام مثل الولاد الصغار. أنا بكره عيلتك؟ ما بكره عيلتك بلوم، بس قومي جربي نامي جنبه شوي، بس 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 اسمعي قومي. هو هذا اليوم مر لي اياه الله يوفقك، ما عاد فيني بدي نام. لك بمره بمره، بس ليش خير لو يخففوا قليل دوزته، بس كأنه جحش وبطلوع. قومي قومي قومي. يلا هلا بقول له يلا يلا بدي نام. قولي يعني الناس بالضيعة بتحب بعض، بتتآزر مع بعض بالأفراح وبالأحزان. إيه بس مو هيك، مشان إصبع رجله جايبين لك سيرفيسين، شلون لو مضروب محل تاني كان جابوا سكانيا أبو 60 راكب. يا باطل يا باطل، شو اللي سمعتني؟ يلا يلا شوفي شوفي. يا حيفو يا باطل عليك، شوفي مات لك روح من خلتي. يا باطل يا باطل، شوفي يا شباب، شوفي سالم سالم. الله يعينك على المصيبة يا رب، يا ساتر يا رب يا ساتر. شو العمل يا الطاب نجينا من العمل، نجينا من العمل. شوفي اجت الشرطة اخذته لسعيد من المشفى وما حدا بيعرف ليش. لا لا لا، حرام حرام، حكمتك يا رب. وليش هيك رايحين كأنهم بحرب البثوث؟ جهاد اذا بدك تفوت بدل ثيابك مشان نروح. بالعكس هن بيساعدوا اكثر، هن جماعة وهن هلالتي. جهاد اذا بتريد يلا. حاضر. لا تقولي ولا هلا بدك تقنعني انه ما بتعرف ليش الشرطة اخذت خالك ولا لا؟ ما بعرف. شو بدها الشرطة من خاله؟ شو بيعرفني؟ كل شي بعرفه انه اتصلوا بجدك وقالوا له انه اخذوه من المشفى. مش خاله سعيد كان بالمستشفى؟ سلمى يا حبيبتي يا عمري، خاله تصاوب ام اخذوه على المشفى. تصاوب؟ امتى؟ ليش ما قلتوا لي؟ هي عني يا ليكي، مو ناقصتك تعبانه من شغل البيت هو؟ ليكي مو بدك تشتغلتي انا كمان؟ اجي ابوكي اجي ابوكي. الله لا يوفقك يا سعيد. الله لا يوفقك وين ما وجهك. بابا ليش ماما عم تبكي؟ خاله سعيد صار له شيء؟ يا ريت صار له شيء، لك يا ريت صار له شيء وما عمل العمله السوداء هي. يا حيف يا حيف، وطى راس الضيعه كلها. شوفوا ابوه المسكين، يا حرام يا حرام. ليش شبه انت كمان؟ لك شو جبه شو جبه؟ على قد ما انا كنت بتضايق منه هلا متضايق عليه. المسكين رح ينجلط رح ينجلط. ليش شو عامل خالي سعيد؟ لك شو عامل؟ نفس الحكاية اللي سمعتوها تبع البطولة، مع فرق صغير. جدكن هون كان يقولوا فجأة لا براد وخبى الناس ورا. لا مو فجأة، لا البراد البراد طلع معفشه من البيوت، عامله وساره محزن. الشرطة داخله مشان هيك؟ طبعا محرزه، لو طلع بيعرف الحارة كلها، بيعرفها بيت بيت وبيعرف الضاعة المحرزة. ما مخلي براد ولا غسالة للعطشة، يخرب بيت قلبه يا لطيف. يا حرام جدا بيكون، لا تقول يا حرام، ما تقول بنوب. أنا اللي بعرفه لسعيد، أنا اللي بعرفه. الناس كلها عم تضحي وتقدم ولادة شهداء ويحزنوا علانه ويرفعوا راسهم فيهم، ومنهم جدك كان مفكر هيك. بس يا حسافة. مين هون؟ يا حبيبي هدول أهل الحارة جايين يسألوا عن خالي، شو بدنا نقول لهم هلا؟ اسمع، منقول لهم لو استشهد لو استشهد بده يكون شهيد البراد والغسالة. الله يرحمك يا سعيد. الله يرحمك يا خالي. Yeah! Yeah!